وصلنا إلى 1991 حيث تفكك الاتحاد السوفيتي وتفردت الولايات المتحدة بهيمنتها على العالم ففي كل مكان نصبت قواعدها وأخذت أساطيلها تجوب المحيطات والبحار. واقمارها الصناعيه تسيطر على كل شيء ولا زالت تتحرك بهذا الاتجاه لقد بدا برنامج العولمه في الثمانينات منذ بدايه الثمانينات وقد نجح هذا البرنامج نجاحا مذهلا لا كما يحدثونكم من ان برنامج العولمه قد اصابه الفشل نجح برنامج العولمه انها العولمه الامريكيه لقد تحكمت بمفاصل الاقتصاد العالمي ولقد نشرت ثقافتها في كل مكان من المستويات البسيطه من اللباس والطعام والشراب والعطور والمكياج والمظاهر والفاشن الى الطائرات والى اكثر الاجهزه تعقيدا لقد حكموا العالم عبر الانترنت عبر مايكروسوفت عبر ابل حكموا العالم عبر جوجل حكموا العالم عبر فيسبوك حكموا العالم في جميع الاتجاهات وتسللوا الى مخادعنا الى مخادع نومنا يعرفون اسرارنا وتفاصيل حياتنا هؤلاء الرؤساء والملوك ليس عندهم من سر الا والاجهزه الامريكيه تتلصص عليه وتتحكم به فصارت اسرار العالم بيدهم انهم يحكمون العالم يتحركون باتجاه الامبراطوريه الامريكيه في اواسط التسعينات انتقلنا من مرحلة العولمة إلى مرحلة الأمركة. ولا زالت مرحلة الأمركة مرحلة متحركة في واقع حياتنا اليومية. حتى هؤلاء الذين ينادون بالموت لأمريكا، هم داخلون في مرحلة الأمركة رغم آنافهم. إن لم تدخلهم التكنولوجيا يدخلهم الإنترنت مرادي بالتكنولوجيا مختلف النتاج التكنولوجي في عالم الطب في عالم الاتصالات في عالم وسائل الناقل في عالم العسكر تارية وفي سائر جهات حياة الدول وحياة المجتمعات. ان لم يدخلوا في الامركة من جهة التكنولوجيا، سيدخلون من جهة الانترنت. ان لم يدخلوا من جهة الانترنت فسيدخلون من جهة المتعة والإعلام والسينما و و و وديزني لاند. فإن لم يكن من هذه الجهة فإن انوفهم سيرغمها الدولار. الدولار سيرغم اناف الدول. والدول التي عاندت الدولار تحطمت داخليا. الشواهد أمامنا. تلك هي الامبراطورية الامريكية. هذه الإمبراطورية الأمريكية هي بمثابة بروفا بمثابة صورة قريبة من الدولة العالمية المسيحية وفقا للرؤية التطهيرية وكذلك هي بروفا للدوله العالميه اليهوديه وفقا للرؤيه اليهوديه الدينيه انها الولايات المتحده الامريكيه نذهب الى فصل